السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة أحمد حمزة، أهلا ومرحبا بكم، معكم أحمد. قبل ما نبدأ في أي كلام يا ريت نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وحطوا لايك للفيديو علشان بتفرق جدا في دعمكم للقناة، واعملوا شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن والخير والفائدة تعم على الجميع بإذن الله. زي ما انتوا شايفين يا شباب بتاريخ النهارده اهو، ده واحد لسه طالب 1 باير، وده واحد لسه محول 1 دولار على رصيد، وده واحد لسه برضه ساحب من الموقع، وكل دي ناس بتسحب من الموقع، والموقع يا شباب لسه جديد والموقع شغال وسهل جدا. اول حاجه يا شباب انا هخرج من الموقع بره عشان اوريكم طريقه التسجيل في الموقع بتكون ازاي، وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا شباب هي دي الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع. الموقع ده متخصص اللي هو بيزود لك ساعات المشاهده على اليوتيوب، بس احنا عشان عارفين اللي ممكن الموضوع يكون مخالف فاحنا هنستخدمه بحيث اللي احنا نكسب منه بس يا شباب، يعني احنا هنتفرج على قنوات اليوتيوب وهنكسب منه فلوس. زي ما انتوا شايفين اهو ممكن تترجموا الموقع باللغة العربية هتلاقيه اللي هو بيتكلم عن اللي هو ممكن تشتري من عليه باقة وتزود لك عدد ساعات المشاهدات عندك على اليوتيوب. طريقة التسجيل في الموقع يا شباب بتدوس على كلمة تسجيل هنا، هتكتب اليوزر نيم بتاعك وتكتب الايميل وهتكتب كلمة سر، وهتختار هنا انت ذكر ولا انثى، وهنا اهو بتكتب الايميل، وهنا بتكرر كلمة سر وبتحدد البلد بتاعتك، بتدوس اي ام نوت ريبوت وتدوس على سبسكرايب وتدوس ريجستر. لازم بيبعت لك ايميل، بتدوس على اللينك، بعد كده بترجع تفتح الحساب بتاعك. شباب هنفتح الحساب ونشوف شكل الموقع من جوه. هو يا شباب ده شكل الموقع من جوه، ده رابط الاحالة بتاعك اللي هتدخل عليه الناس عشان بتاخد 10% من ارباحهم. تاني حاجة يا شباب انت بتاخد الارباح دي من الموقع نفسه مش من فلوس الناس اللي بتجيبها تحتيك، عشان محدش يفتكر اللي انت يعني انت بتتأذي من صاحبك لما تدخله تحتك. لا طبعا الموقع بيديك مكافأة عشان انت جبت واحد يشتغل عليه. تمام يا شباب، اول ما تخش الموقع بيديك تقريبا 20 كوين هدية علشان تبتدي تجمع الكوينز دي. يا شباب كل اللي انت بتعمله بتدوس على واتش فيديوز، زي ما انتوا شايفين دي الفيديوهات المتاحة اهي، الفيديوهات هنا ده الفيديو ده ب90 كوينز، في فيديو ب60 كوينز. لو احنا حسبنا مثلا هو الحد الادنى بتاعه اللي انت تطلب فلوسك لو دوست ويزدرو ماني لازم يبقى معاك 3000 كوين على باير بيساوي 1 دولار. تمام، لو رجعنا كده بقى على الاعلانات، وادي في اعلان اهو ب90 كوين وفي ب60 كوين، هنقول المتوسط يا شباب اللي هو 60، يعني 3000 على 60 اعلان، يعني هتتفرج لو هو 60 لو 60 كويس هتتفرج على 50 اعلان، ده لو ما ظهر لكش اعلانات اغلى من كده، وهتكسب 1 دولار وتحولهم فورا، وانا اوريكم اثباتات الدفع في الاول يا شباب. غير كده كمان الموقع انت ممكن تعمل فيه برومو فيديو، يعني في ناس بتحط عليه فيديوهات زي القنوات دي تمام، وتعمل عليه اعلان من الرصيد بتاعها يا شباب. تمام، بس احنا مش هنستخدم ده عشان ممكن يكون مخالف للشروط. كده احنا خلصنا شرح الفيديو بتاع النهارده، اتمنى لو انت اول مره تشوفونا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله استنزروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.